مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أنفاس سبور. حلقة اللي بغينا نخصوها لمواضيع متعددة، وضيفنا هو اللاعب الدولي حسن نادر. سي حسن، مرحبا بك معنا. شكرا الأخت نهاد، وهذا شرف لي نكون معكم، حاضر معكم هنايا في هذه الحلقة اللي نتمناو تمر في جو اللي يعجب المشاهدين. بارك الله فيك، شرف لينا سي حسن لأنك قبلتي الدعوة تحضر معنا. بكل فرح. سي حسن، ما يمكنش تكون حاضر معنا وما نسولوكش على قراءتك للبطولة، كيف كانت هذا الموسم هذا؟ يمكن نقول بأن هذه البطولة ديال الموسم كانت استثنائية، لأن أولا العديد من الملاعب اللي تغلقات، العديد من الفرق اللي مبقاش يعني كتلعب في مدن أخرى، يعني في بعض الأحيان اللي كنقولوا يعني واخا بالضحك البطولة اللي كتلعب غير في المحمدية وفي برشيد، لأن العديد من المباريات جرت في هذ الملعبين هذو بجوج. طنجة مثلا كتجي تلعب في تطوان، كتمشي تلعب في تطوان، كتلعب في قنيطره، كتلعب يعني العديد من الفرق اللي ما لعبوش في الميادين ديالهم، وكذلك بالنسبه لهم حتى هي كانت خساره من ناحيه ديال الجماهير، المداخل خصوصا المداخل ديال الجماهير، خصوصا الفرق الكبرى اللي يعني كتدخل الالاف والالاف، وحتى دوك الفرق الصغيره اللي كتستافد ملي كتستقبل هذه الفرق هذه، يعني كتستافد ماديا. كذلك كان هناك يعني كان واحد يعني الكلام كثير على التحكيم، كذلك العديد من الفرق اللي كان هناك المشكل المادي اللي لاحظنا يعني العديد من الاضرابات، يعني هذو كل الاشياء اللي يعني خلات هذا الموسم هذا يكون استثنائي، ما يكونش يعني بداك الوجه اللي كنا كنتظروا واللي كنتظروا على ديك على الصوره ديال الكره المغربيه. وزياده على المشاركه ديال الفرق المغربيه في الكاس الافريقيه اللي حتى هي ما كانتش في المستوى، كنتكلموا على الوداد، كيف كنتكلموا على الجيش، كنظن يلاه النهضه البركانيه اللي رجع بحال المسار جيد، ولكن للاسف الشديد ضاع اللقب من ايديهم على يد الفريق المصري الزمالك. سي حسن، انت كنت هداف البطوله المغربيه والبطوله البرتغاليه، شنو رايك في تتويج الهداف بوزدوق بلقب هداف البطوله المغربيه؟ كيفاش شفتي الامر؟ اولا يعني البوزدوق الفوز بهداف البطوله الوطنيه، ولكن للاسف الشديد هو ما بقيناش كنشوفوا كاين هدافين مغاربه، لان في هذا السيزون الاخير تقريبا الاجانب هما اللي كيسيطروا على الفوز باللقب ديال الهداف، وكتاسفوا لي بزاف. يعني هذا ماشي كنقص من الاجانب، بالعكس، لان الاجانب الان ولاو يعني في جميع فرق في العالم، كاع الفرق كتجلب يعني محتاجه المهاجمين، ولكن رغم ذلك يعني في البطولات ملي كنتكلموا على البطولات الاوروبيه كتلقى هدافين اجنبيين، ولكن كتلقى كذلك بان هدافين محليين، هذا اللي هاد السنين الاخر كنفتقدوا، واللي كنا قبل بما كتكلمي على الوقت يعني ديالنا حنا اللي الاغلبيه المهاجمين كانوا كلهم مغاربه، واللي كانوا كينافسوا على اللقب كان كلهم مغاربه، لان مثلا كاين حنا 4 اللعابه اللي فزنا باللقب الهداف 3 مرات، الغريسي انا فلوس بدودان وعبد الربيع، كتلقى اي فرق كتلقى عنده هداف ديالو، الماس كتلقى فتح الغياتي، يعني كالبوساتي، يعني كان العديد من الهدافين ولكن مغاربه، ولكن اليوم كنلاحظوا بان دائما تقريبا الهدافين تيكونوا اجانب، ولكن بغينا يكونوا حتى هما مغاربه اللي ينافسوا هاد الاجنبي بطبيعه الحال، هذا هو مهم بالنسبه حتى البطوله ديالنا. فضلك سي حسن، شنو اللي خلى اللاعب المحلي يغيب على انه يكون هداف ديال البطوله؟ شنو اللي خلانا كنعيشوا هذا الامر اليوم؟ واللي خلى اولا التكوين، يعني فينا ما بقيناش كنكونوا لاعبين، خصوصا ملي كنتكلموا على الهدافين، زيادة على جلب الهدافين الاجانب، يعني بعض المرات كنجيبوا الاجانب ماشي بذاك المستوى ديال باش نعطيو فرصه للهداف في مغربي ونثقوا فيه، وكنظن حتى من ناحيه التكتيكيه، ولا من ناحيه يعني داك الشيء اللي بغاه المدرب من الفريق ديالو، هذا حتى هو يعني
ونقص شويه من الهداف، لان النتيجه حتى هي تغاطس باش يكون عندك هداف كيكتفي بهدف واحد ولا جوج، يعني كيحافظ على الدفاع باش ما ينهزمش في المباراه ديالو، لان كيعرف الا نهز في جوج مباريات ثلاث المباريات غادي يضيع النقاط، ماشي غير غادي يضيع النقاط ولكن غادي ما غيبقاش مدرب ديال داك الفريق، غادي يحتاج النقاط اللي اثرت على الهدافين. ولكن حتى خصنا نديرو حتى الثقه، حتى الثقه في الشباب ديالنا، نعطيهم فرص، واخا صغر السن ديالو، لان حنا ملي كنشوفو صغر السن كتقول لا ما عندوش تجربه، امتى تكون عنده تجربه؟ الا ما عطيتيش الوقت فين يلعب تاهو وتعطيه الفرصه ديالو باش يلعب، واخا يكون عنده 18 سنه 17 سنه الا كان في المستوى اللي لعبوه ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس عطيه الفرصه ديالو، حتى الجمهور تاهو خصو يفهم، كاين بعض الجماهير اللي ما كتبغيش تفهم تاهي، ولكن خصها تفهم بان هذاك اللاعب المحلي ولا هذاك الشاب ديال 17 18 سنه راه خصو يكون يلعب رسمي، وهذوك اللاعبين اللي كنناديو عليهم المنتخب ديال الاولمبي ولا المنتخب تحت من 20 سنه ولا 19 سنه ولا 18 سنه، ملي يرجع الفريق ديالو خصها تعطيه الفرصه ديالو، ماشي نرجعوا الفريق ديالو نحطوا في الاحتياط، حتى الاحتياط بعدا ما كنخليوش وكنعطيو فرصه لواحد اخر، ولا كنمشي نجيب لعاب اخر يقول لك عنده تجربه، هو التجربه امتى تكون عند هذا اللاعب هذا حتى يدير 25 26 غادي يقول لك حنا عندنا تجربه، راه كنشوف فريق اخرى راه 18 عام راه فاز بكاس العالم، 18 عام راه داه الدهب، 18 عام كيلعب رسمي في الفريق ديالو ولا كيلعب في المنتخب، هذه حتى هي من العوامل اللي المدرب كيخصو يفهموها والمسؤول خصو يفهموها والجمهور خصو يفهم بان اللاعب الا عنده الامكانيات وعنده التكليف باش يلعب كيخصو يلعب، نعطيو الفرصه ديالو، نعطيو الوقت ديالو، نعطيو هذه المره نص ساعه، مره اخرى نعطيو ساعه، مره اخرى نعطيو يبدا من المباراه ونحفزوه يعني التلاعب ديالو يكون في المستوى، ونحفزوه، لان هذوك كل عوامل باش هذاك اللاعب حتى هو يعطيك، وهنا غادي نربحوا هداف ديال البطوله. وهنا ما كنتكلمش على الهداف يعني بصفه عامه يعني اي لاعب اي مكان الا وكيخص تعطى الفرصه ديالو، حارس مرمى عنده 18 عام 17 سنه في ليسبوار مزيان لعبوا، ماشي نمشي نجيب انا اجنبي مثلا، المهم اللي كنهضر ماشي ضد الاجانب، تنقول مثلا غنجيب انا اجنبي وغادي نخلي لاعب اللي عندي محلي وصغير وعنده مستقبل وكيتنادى عليه المنتخب، كيف كنهضر على المدافع، كيف كنهضر على وسط الميدان، يعني هذه هي الفكر اللي خصنا يكون عندنا، وحتى الفرق العواض اللي غادي تضيع اموال باهظه في الاخر غتلقى المشاكل باش تخلص اللاعبين، عندنا الشبان ديالنا، لان المشكل عندنا فين هو؟ المشكل هو كلنا بحال كلنا كنلعبوا على البطوله، كاع فرق 16 فرق كلها كتلعب على البطوله، كاين فرق كتلعب على البطوله، كاين فرق كتلعب على الوسط الميدان، كاين فرق كتلعب باش ما تنزلش، يعني كل فريق خصو يعرف الحدود ديالو، حتى الجمهور خصو يعرف الحدود ديال الفريق ديالو، باش هنا كاين فرق اللي خصها تكون فرق ديال التكوين، علاش كنشوفوا حنا دائما كيخصنا نعطيو مثال باوروبا، بطبيعه خصنا نعطيو مثال باوروبا، كاين الفرق اللي ديال التكوين كتكون هي كتلعب البطوله ديالها، ولكن في نفس الوقت كتوجد لاعبين وكتستافد منهم، يعني كتبيعوا وكتستافد من المدخول ديال هاد اللعابه، لان هذا حتى هو خصنا نفكروا فيه، لان بما اننا كنتكلموا على التكوين دابا كنجيو نتكلموا على التكوين، يلا كنلقى واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الفرق هنا في المغرب اللي عندها التكوين، الا تكلمنا نتكلموا على اكاديميه محمد الزاديز، الا نتكلموا على الفتح، دابا الجيش رجعات يمكن تزيد فريق اخر، اما يعني الاخرين ما كتلقى لا تكوين لا والو، كتبغي تمشي تعيد تجلب لاعبين، لا بالعكس كونوا الا غنمشي نجيب انا لاعب بواحد المبلغ كبير، هذاك المبلغ غادي نخصو لهذاك التكوين ونكون لاعبين اللي غنستافد منهم انا ويستافدوا منهم الفرق الاخرى. هذا اللي قلتي على الجواب على السؤال ديالك، الهدافين حنا نهضروا على خصك كلشي تعطى الفرصه ديالو باش حتى هما باش يبني يوصل 19 20 عام غتكون عنده تجربه كبيره وغتلقى هدافين اللي يمكن يستافدوا حتى المنتخب المغربي، وخصوصا بان الان عندنا المونديال في 2030، ولما لا من دابا نوجدوا شي لاعب ولا شي جوج اللي يكونوا هدافين يكونوا ضمن التشكيله ديال المنتخب، ويولي عندنا حضور لاعب محلي كاين اكثر من ما نعيشه اليوم في اللائحه ديال المنتخبات. هي بطبيعه الحال لان اللاعب المحلي، لان كتشوف كاين لاعبين اللي عندهم المستوى، ولكن
كتلاحظ بان نقص تكوين، نقص بعض اللاعبين، هل الهدف ما كنستافدوش من لاعب محلي الان؟ كاين دوك اللاعب اللي كنجيبوه من دوريات اخرى، يعني من اوروبا، خصوصا الان ولات واحد يعني واحد عدد كبير ديال اللاعبين ولاو كيجيو من اوروبا، واخا شبان. اذا هذاك الشبان، اذا حتى هذا اللاعب ديال هنا حتى هو خص نعطيو الاهميه ديالو، حتى هو خصو نخدمو، حتى هو خصو نفورميو، يعني بجميع النواحي، باش حتى هو ما يفقدش. لان كيف كنسمعوا حنا كنعرفوا هادشي اللي كنسمعوا، تيقول لك راه كيمشيو كيجيبوه من برا، واخا حنا نديرو حنا ما غاديش يعني بهذه اللغه هذه، باش حتى هو داك الفكر ديالو يتبدل ويعرف بان راه بامكانه تعطى الفرصه، وتعطات فرصه داري، عطيات الله، جبران، مجموعه من الاسماء، جديد العدد بالاسماء اللي وحضرت في لاكوب دي موند، ولعبات لاكوب دافريك. اذا هادو عطاو طبيعة الحال للوداد واحد الوقت سيطرات كيف كنقولوا على افريقيا، خصوصا لا تشامبيونز ليغ تقريبا 9 سنين ولا 10 سنين كتلعب كيما نصف النهائي ولا هي، يعني المستوى ديالهم وحتى لا فالور ديالهم طلعت، لان كتلعب في العصبه الافضل حتى لا فالور ديالك كتطلع، كيف بحال اللاعب ديال الجيش اللي مشى للاهلي، هذا كله تشجيع. فلهذا خصها تعطي واحد الاهميه كبيره حتى للاعبين ديالنا هنايا، لان الان تقريبا اللاعبين اللي مشاو لبرا تقريبا شبان مشاو كلهم من اكاديميه محمد السادس، كنهضروا على النصيري، كنهضروا على اكريد، كنتكلموا الى تكلموا الوداد مشى منها بونو، حارس المنتخب، يعني العديد من الاسماء اللي من اللي طعمات ومشات وعطات نتيجه مزيانه. بطبيعه الحال لان عندنا الماده الخام كاينه. سي حسن، انت كلاعب ودادي سابق، غادي نسولك على متاعيشه الوداد اليوم، وشنو خاص الوداد باش ترجع لمكانتها؟ انت يلاه تكلمتي على الوداد كيفاش كانت باصه الستاره ديالها افريقيه وداك الشيء، كيفاش ممكن نرجعوا نشوفوا الوداد ديال هذيك الفتره؟ الوداد اللي خاصها تكون في بلاصتها في مكانتها كيف ما كانت. لا غير ملي كنتكلم حيت لاحظت الكلمه ديال مكانتها، المكان، ولكن كيقول لك المكان الطبيعي، الوداد راه في المكان ديالها الطبيعي. لا باش هادي باش نفهموها. الوداد في المكانة ديالها الطبيعية. الوداد يعني جات واحد الأزمة، الأزمة اللي كتوقع على جميع الفرق، راه كاين فرق اللي نزلت القسم الوطني الثاني ورجعت منهم جيفونتيوس لأن كان وقع لها مشكل، نزلوا القسم الوطني منهم فيورنتينا، منهم يعني من العديد من الفرق، يعني ورجعوا هذوك نزلوا، ماشي الوداد راه ما نزلتش، الوداد جات أزمة، الأزمة اللي تقدر توقع لأي فريق، وكنظن أن هذه الأزمة هذه يقدر يكون كان شي فريق آخر كرة نزل القسم الوطني الثاني، ولكن رغم ذلك الوداد احتل الصف الرابع. إزبا اللي الكل كيعرفها، احتل الصف الرابع، عادي عادي بالنسبة للوداد، ماشي عادي. هادشي بغيت نقول لك. فهمتيني؟ ماشي عادي، ولكن ملي كنقول لك عادي يعني في كرة القدم، لأن يقدر واحد السنة كاين الفريق، راه الوداد كانت تحت، الوداد كانت محتلة الصف الأول، وفي الأخير ما فازت لا ببطولة لا بكأس العرش لا بعصبة الأبطال لا بكأس، يعني في السنة ضيعت كل جوا، خا الوداد كانت في الأوج ديالها، كان موسم سحري. هذه من ناحية النتائج، لأن يمكن يوقع، يمكن يوقع ديالك الفريق هذا. الوداد الآن كيخصها يعني أسرع وقت تخرج من الأزمة هذه، لأن أسرع وقت عندها دائما الوداد البطولة الموسم المقبل، كأس العرش، مونديال الكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، كنظن كاين كأس آخر ديال الأفرو كاب ولا تحت هو اللي كاين. إذا كيهم الوداد الآن في أسرع وقت هو يكون رئيس، ورئيس اللي يكون المكتب ديالو، ورئيس اللي يشوف المهمة ما تكونش سهلة بالنسبة ليه، ولكن طبعا يحاول يعني يشوف فارق اللي في المستوى، لاعبين في المستوى الكبير، رئيس اللي خصو واحد الظرف وجيز يعني يحضر الاموال باش يدير التعاقدات، انتدابات، يشوف مدرب تاهو في المستوى، لان هذا الوداد ما يمكنش غادي نجيبو عن اللي جبناه باش ندوزو به، هذا اللي خصو يبقى الان بالنسبه للوداد، يعني كيخص الكل، لان كثرات الهضره بزاف، لان كل نهار ولينا كنشوفوا كلام بشكل، كل نهار هذا رئيس مره غد ليه ماشي هذا هو رئيس، هذا كاين مشاكل، لا القانون، لا هذا، هذا اللاعب مشى، هذا اللاعب جا، حتى حاجه ما
ما متاكده لان كل واحد كل واحد يلغي بالغاه. كاين اللي في صالح الوداد تبقى بحال هكذا، كاين اللي في صالحو هذا اللاعب، كاين اللي في صالحو هذاك المدرب، كاين اللي في صالحو هذا يمشي، كاين اللي في... اذا الحل الوحيد هو اي حاجه تدار بعقلانيه، دار باحترافيه، والواحد ماشي يخدم مع بوحدو. كاين ناس، كاين تقنيين، كاين لاعبين سابقين في المستوى الكبير اللي لعبوا في مستوى عالي، كاين تشاور ابناء الوداد بطبيعه الحال. وابناء الوداد، ابناء الوداد راه مهمين حتى هما، راه لا يعقل الوداد ممكن نقول الوداد الرياضي ولا الوداد اللي الملك محمد الخامس الله يرحمه قال لك وداد الامه ولا عطى هذا الاسم هذا، وهاد اللاعبين كلهم نهار تاسست الوداد ليومنا هذا ما كاينش ابناء الوداد. يعني كيف كنقولوا راه حرام، حيف حقهم بطبيعه الحال. يعني ما يمكنش، ما شاء الله نقدروا حنا الامثله بفرق اخرى، ما يمكنش فرق اوروبيه راه كتشوف تقريبا كاع اللاعبين الكيدين راه في السابقين كتلقاهم داخلين داخل الانديه. وانا ملي كنهضر على الوداد من ناحيه اللاعب السابق ما كنهضرش على الوداد، راه كاع الفرق ديال المغرب ديالنا راه كيخصو يكونوا لاعبين سابقين، راه كاع مدوزو لاعبين كبار. كنقول هذا الرئيس ما يمكنش شكون نقدر كونفيرميك دابا شكون هو الرئيس، لان كيتكلموا بعض الاسماء انا ما يمكنش نتكلم على شي اسم. كاين بعض فيهم اللي كنعرفو، كاين اللي ما كنعرفوش، اللي كنحترمهم كاملين. نتمنى الرئيس اللي ياخذ الوداد يكون يعني في المستوى ديال نادي الوداد الرياضي، لان الوداد كتبقى فوق كل شيء. كاين اللي رجع راسو فوق الوداد، ولكن الوداد هي فوق، كتبقى فوق كل شيء، لان هذاك اللوغو ديال الوداد راه فوق اي واحد. وكيف كنقول اجماع اللوغو ديال الفريق ديال اي فريق فهو دائما كيبقى فوق اي واحد، ما عمر شي واحد يتحرى صوره هو فوق هذاك اللوغو ديال الوداد. سي حسن، كيدور واحد الحديث على في الوداد على تجديد الفريق، واش انت مع التجديد الكلي ام الاحتفاظ على الركائز؟ وهذا دائما عندنا مشكل كبير حنايا في الاحتفاظ بالركائز، والاحتفاظ بالركائز مهم، ولكن في بعض الاحيان كنعرفوا كيفاش كيف نجيريو داك السنه ديالنا. لاننا فريق كيخصو دائما الركائز، هي كركائز، ولكن كتعرف بان الموسم عندك دائما كتشوف يعني بخلاصه غادي نخلص لك، كيكون عندك واحد شي لاعب مهم كتقول بان هذا اللاعب خصني غيتباع غنبيعوه، كتعرف بان العديد من اللاعبين اللي مشاو من المغرب، يعني ولات المغرب ولا مهم، اللاعب المغربي ولا مهم، لا بالنسبه للفرق المصريه خصوصا كنتكلموا على الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا قطر، الامارات، السعوديه خصوصا. يمكن نهضروا على بعض الدوريات الاوروبيه لي بي الاخرين، كاين نهضروا على اليابان، الكويت، اللي كاع تقريبا التوجه، ولا كاين اللي مشى حتى للهند، كاين شي لاعب مشى للهند دابا. يعني باش كتعرف بان الصدى ديال كاس العالم نصف اللي وصل للمغرب نصف نهائي، يعني هنا زاد، يعني ولا واحد الاهتمام كبير باللاعب المغربي. اذا هنا كاين عندنا كنشوفوا الا كاين عندنا شي من ليزيسبوار مثلا شي لاعب ولا جوج، كنشوفوا الا كنا مسلفين شي لعابه وكنا متبعين وخصنا نتبعوهم، الا كان غنرجعوا شي واحد فيهم ولا جوج، كنشوف واش باللعب الا كان غادي نشريوه مثلا بالبطوله الوطنيه، كنتبعوا مثلا دوك الفرق الافريقيه ملي كنلعبوا لا تشامبيونز ليغ كنلعبوا ضدهم، وفي نفس الوقت كنتبعوا الا كان شي لعاب مهم نقدروا نشريوه، ولا كنشوفوا شي واحد اخر يعني في شهر اخرى. يعني دابا غير بعض الامثله اللي كنعطيك يعني باش ما نطولش بزاف، اللي كيخص الفريق يكون ديما داير، وخصوصا الان كنتكلموا على نادي الوداد الرياضي، لان الركائز خصها تبقى. كاين بعض اللعابه مثلا كنقولوا العملود، لان ما يمكنش انا غادي نفرط في العملود، لان ما يمكنش ليا غادي نخلي العملود يمشي العواد نجدد معاه العقد واخا نحسن لي العقد ديالو عواد، غادي نمشي نجيب انا لعاب نخلي العملود يمشي اللي مهم، لان العملود من احسن الاظهره في افريقيا، والستيل ديال العملود يلعب به في اوروبا، لان ستيل مودرن ديال العملود كيف كيلعب. انا ماشي كنهضر على العملود حيت كيلعب في نادي الوداد الرياضي، يعني كلاعب اللي مهم خصو يبقى نجدد العقد ديالو. عندي
كاين شي لعبة اخر العوض انا غنمشي نشري لعاب لان في غادي نلقى بحال لعب الود مثلا انا كنراعي لعب الود بس صعيب باش نلقاه دابا بحالو الا بغيت تلقاه خصك تمشي تشريه خصك تمشي تقلب عليه بلا تقلب عليه انت ضيعتي لعاب اللي كنت غتزيد غير تحسن العقد ديالو وما غتمشيش تخسر اكثر من داكشي اللي غتزيد في العقد ديال لعب الود هذا مثلا غنعطيه لك كاين لاعبين اخرين راه كيعزي خصهم يبقاو وكاين بعض اللاعبين اللي كنظن بان المهمه ديالهم سالات اللي كيخصهم مكنضره غادروا الفريق ونمشي نجيب لاعبين كاينين لاعبين هنا في المغرب اللي حتى هما كنظن يستاهلوا يحملوا ذاك القميص لان كتعرف بان الان كاين فرق لا الجيش ولا الرجل يلعب ولا تشامبيونز ليغ بطبيعه الحال غادي يبغيو يرفورسوا الفريق ديالهم بالانتدابات اللي خصها تكون قويه اللي خصها تكون في المستوى نزيدوا عليهم نهضه بركان اللي حتى هي يعني كينتظروا حتى استحقاقات حتى كيدارو استحقاقات هي دخلات في المارشي يعني كيف كنقولوا بقوه بلا ما تقولوا بالدارجه صحيح بقوه اذا هذا كله غادي صعيب دابا باش يعني الوداد يعني خصها حتى هي تسرع باش تجيب باش تشوف اللعابه اللي غادي يناسبها وخصوصا خاص تقريبا بالنسبه لي خاص واحد الا كانوا اجانب خاصك واحد جوج مهاجمين يكونوا اجانب اللي يكونوا في المستوى الكبير كنقول جوج المهاجمين اللي كانوا يعني هدافين لان الوداد خاصه هداف لان هذه السنه هذه كنظن بان تقريبا ما كانش شي هداف تقريبا حتى الهداف اللي سجل اكثر في الوداد يمكن كنظن سجل خمس الاهداف ولا سته ولا هذو كلها عوامل اللي كتنتظر الاشياء اللي كتنتظر الوداد اللي خصها تعمل بهم في اسرع وقت ممكن. شكرا سي حسن، كنشكرك على كل ما قدمتينا في حلقه اليوم. ايوا كنشكر كنظن بان قلت يمكن داكشي اللي خصو يتقال يعني ما قلتش حاجه اللي خارجه على كره القدم وكان يعني نتمنى بان المشاهدين يعني يستمتعوا بهذا اللقاء هذا. بارك الله فيك سي حسن، شكرا. انت تكلمتي على الشان الودادي لانك ودادي، هذا الشيء علاش؟ بطبيعه الحال كنتكلم على الوداد لان ودادي ديما بغنشوف ديما الوداد في المستوى الكبير ديالها لان الوداد الفريق اللي مهم في البطوله ديالنا ولا حتى في افريقيا يعني باش المنافسه تكون كبيره في البطوله ديالنا لان هذا توا كيهم البطوله كامله ما كيهمش غير الوداد بوحدها فعلا لان حتى افريقيا راه الوداد 10 سنين الاخر راه العالم المغرب كله كنعيش مع الوداد انا كتبقى نصف نهايه الكل كيكون متشوق يشوف الكل كيتمنى التتويج ديالو التتويج ديال الوداد ملي كتقول التتويج ديال الوداد كتقول التتويج ديال الكره المغربيه فعلا سي حسن مره اخرى كنشكرك شكرا على قبول الدعوه مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه الى اللقاء في موعد جديد